السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله متابعي الكرام يا هلا وكثير الهلا بيكم يا هلا وكل الهلا ما شاء الله تبارك الله طبعا هذا هو حمض السواد اليوم التاريخ اثنين خمسة عشرين اربعة وحمض السواد من النباتات الرعوية المعمرة المتحملة للملوحة طبعا ايضا فوائده للنحل يزهر الان اواخر الشهر الرابع ويستمر الخامس تزامنا مع تزهير السمر وايضا التزهير الثاني في الشهر العاشر اكتوبر يتزامن ايضا مع تزهير السدر يحتوي حبوب لقاح ما شاء الله تبارك الله طبعا ايضا ترعاه الإبل والمواشي شوف النحل ما شاء الله تبارك الله هذا هو حمض السواد يتحمل ملوحه التربه والمياه تقبلوا تحيات محدثكم مبارك الزهيري